الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة القرآن وأعظم بها من نعمة، والصلاة والسلام على المصطفى الهاشمي البشير النذير، النبي الأمي الذي علم المتعلمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم برنامج مدرسة القرآن. الله العلي العظيم أسأل أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يشفع فينا القرآن، وأن يحفظنا القرآن، وأن يرزقنا فهم القرآن والعمل بالقرآن، وأن يجعلنا من الماهرين بالقرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. أحبتي في الله، ما أجمل أن تبدأ يومك بمدارسة القرآن. قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فاللهم ارزقنا شفاعة القرآن. أعزائي المشاهدين وأخواتي المشاهدات، تحدثنا في اللقاءات السابقة عن أحكام النون الساكنة والتنوين الأربع. تحدثنا عن حكم الإظهار الحلقي، وقلنا أن الإظهار له ستة أحرف: الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء. ثم تحدثنا عن الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين، وقلنا أن الحكم الثاني هو حكم الإدغام، وله ستة أحرف مجموعة في كلمة يرملون. والإدغام ينقسم إلى قسمين: إدغام بغنة وله أربعة أحرف مجموعة في كلمة ينمو، وإدغام بغير غنة مجموعة في كلمة رل. وتحدثنا عن الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو حكم الإقلاب، وقلنا أن حكم الإقلاب ليس له إلا حرف واحد من أحرف الهجاء. ثم الحكم الرابع والأخير من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو حكم الإخفاء الحقيقي. وذكرنا أننا نأخذ ستة أحرف للإظهار وستة للإدغام وحرفا للإقلاب، فيتبقى معنا من حروف الهجاء 15 حرفا نأخذها للإخفاء الحقيقي. والدليل من قول الناظم: والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، في خمسة من بعد عشر رمزها، في كلم هذا البيت قد ضمنتها، صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. نأخذ الحرف الأول من البيت الأخير من كل كلمة من البيت الأخير، صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما.
ثم تحدثنا عن الباب الثاني من أبواب أحكام التجويد، وهو حكم النون والميم المشددتان، وذكرنا أنه حيثما وقعت النون المشددة أو الميم المشددة في القرآن الكريم نغنها بمقدار حركتين، والغنة مخرجها الخيشوم. ثم تحدثنا عن الباب الثالث من أحكام التجويد، وهو باب أحكام الميم الساكنة، وقلنا أن للميم الساكنة ثلاثة أحكام: الحكم الأول وهو الإخفاء الشفوي، وله حرف واحد وهو حرف الباء، والحكم الثاني وهو الإدغام وله حرف واحد وهو حرف الميم، ويسمى إدغام مثلين صغير. وأما الحكم الثالث فهو حكم الإظهار الشفوي، وله باقي الحروف حروف الهجاء. واليوم أيها الأحبة في الله نتحدث عن باب أحكام اللامات السواكن، ومع الحكم الأول وهو حكم لام الاسم، حكم لام الاسم، ولام الاسم لها حكمان: الحكم الأول وهو الإظهار، والحكم الثاني وهو الإدغام. وهذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله في حلقة اليوم، وسوف نطبق ما درسنا من أحكام بمشيئة الله تعالى على سور الطارق والأعلى والغاشية. والآن بمشيئة الله تعالى نستفتح هذا اليوم المبارك بتلاوة السور التي سنطبق عليها ونستخرج منها أحكام التجويد التي درسناها، ثم بعد ذلك نقوم بشرح الحكم الذي سنشرحه اليوم، مع استقبالنا لاتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى
إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. طيب معنا الأخت حنان، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام يا عمري يا شيخ محمد. الحمد لله بخير، تفضلي يا أختي حنان اقرأي سورة الطارق. أقرأ سورة الطارق. الطارق. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقط. النجم الساقط إن كل نفس لما عليها حافظ. لا يا أختي حنان، إن كل نفس نفس إن كل نفس لما عليها حافظ لما عليها لما لما عليها حافظ. لا ما تقوليش حافظ، ح ح حافظ ح يا أختي حنان. دافق دافق يخرج من بين الصلب والترائب إن كل نفس لما عليها حافظ. لا مش حا حا، يا ريت توطي صوت التلفزيون شوية. حافظ حافظ حافظ
فلينظر الإنسان فلينظري الإنسان فلينظر الإنسان ما خلق إنا خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا رويدا رويدا. بارك الله فيك يا أختي حنان، قراءتك طيبة ولكن في بعض الملاحظات. أولا إشباع الحركات، ما تقوليش والطارق والطارق. ثانيا الغنة المشددة والإخفاء، وهذه إن شاء الله تابعي معنا بإذن الله وتتعلمي معنا أحكام التجويد بإذن الله. بارك الله فيك. إحنا هنتكلم النهاردة عن حكم لام الاسم. حكم لام الاسم، لام الاسم يا إخوة هي لام التعريف التي تدخل على الأسماء النكرة لتعرفها. تاني، لام التعريف، لام الاسم هي لام التعريف التي تدخل على الأسماء النكرة لتعرفها، مثل المتقين، المحسنين، الصابرين. طيب ناخد الحاجة سهير. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خير يا عم، يا رب يجعله في ميزان حسناتك. اللهم أمين وإياكم، تفضلي. اللهم أمين. أقرأ سورة، أقرأ منين؟ سورة الأعلى. سورة الأعلى؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح باسم ربك الأعلى. لا، سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. لا، والذي أخرج المرعى. الماء، ما. حاضر. والذي أخرج المرعى. المرعى، المرعى. المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك، رئك. نعم، سنقرئك فلا تنسى. لا، مفيش ألف بعد الكاف يا ماما. سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى. ممكن تسمعيني كويس؟ سنقرئك، سنقرئك فلا تنسى. نعم، سنقرئك فلا تنسى. مش عايزين نقول تن تن، يبقى انا عملت غنة في النوم بس. لا، تن. نعم. في مسافة كده بين الايه؟ بين اسناني. فلا تنسى. احسن. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. إنه يعلم الجهر. إنه يعلم الجهر. يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها لا، ولا ثم يحيا. لا يموت فيها، ما اقولش يموت فيها، ما اعملش واو بعد التاء. نعم، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى. لا، ما اقولش قد، من نعم، تزكى. من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، خير وأبقى. خير وأبقى، إن هذا لفي لا، الصحف. هذا لفي نعم الصحف. نعم إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله يبارك فيكي، ما شاء الله، تلاوة جزاك الله طيبة. خير، جزانا جزاك الله وإياكم. خير، ربنا يجعله في ميزان حسناتك اللهم يا رب، أمين وإياكم. وبنتعلم منك الكثير وسوف نتعلم برضه ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويعلمنا وإياكم. اللهم أمين، الله ويجعلنا من أهل يخليك، جزاك القرآن. الله خير. شكرا. طيب، كنا بنتكلم عن الحكم الأول من أحكام لامات السواكن، وهو حكم لام الاسم، وقلنا إن لام الاسم لها حكمين. الحكم الأول الإظهار. قال الناظم: للام الحالان قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فلتعرف، قبل أربع مع عشرة خذ علمه، من يبغي حجك وخف أو وخف عقيمه. يبقى الحكم الأول وهو حكم الإظهار. طيب، حروف الإظهار إيه في لام الاسم؟ مجموعة في الكلمات اللي ذكرها الناظم: ابغي حجك وخف أو وخف عقيمه. بناخد الحرف الأول من كل كلمة. طيب، ناخد الأخ عمر. السلام عليكم يا أخ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر ما شاء الله صديق من أصدقاء البرنامج يا عمر، بارك الله فيك. تفضل اقرأ سأقرأ سورة الغاشية. سورة الغاشية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع. مش مين، لا، ميون ضريع، ميون ضريع. إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها لاغية، عين لاغية، جارية، لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سور مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست مذكر، عليهم مذكر، كر، بمسيطر، مذكر إلا يا عمر حبيبي، ما اقولش مذكر، لا، مذكر. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم
لهم ممتاز يا عمر، ربنا يبارك فيك يا عمر ويبارك في والديك، اللهم آمين. طيب يبقى قلنا حروف الإظهار مع علام الاسم مجموعة في كلمات ابغي حجك وخف عقيمه، بناخد الحرف الأول من كل كلمة قبل 14، خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه. فبناخد ابغي بناخد الهمزة، والحجك بناخد الحاء، وخف بناخد الواو، عقيمه بناخد العين. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. تفضلي يا حاجة، أهلا وسهلا. حضرتك سورة الغاشية؟ نعم. تفضلي اقرأي سورة الطارق، الغاشية انتهينا منها، اقرأي سورة الطارق. الطارق ولا الغاشية؟ لا الطارق. احنا بنقرأ ماشي. الطارق والأعلى والغاشية. ماشي. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. ممكن بس يا ماما حضرتك بس تمدي شوية. والسماء، انت مديتي بس عشان يبقى المد كامل. والسماء والطارق. والسماء والطارق. الله، الله يفتح عليكي، جميل. وما أدراك ما الطارق. وما أدراك وما أدراك ما الطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. لا لا، في حاجتين في الآية دي. إن كل، وما أقولش حافظ، لا أبتسم، حافظ حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كله، بنطول في الغنة بتاع الإخفاء شوية. إن كله. هو حضرتك أسأل سؤال. اتفضلي. هي الإن النون اللي ما عليهاش شدة دي تتشد إزاي؟ دي النون اللي ما عليهاش شد، مش إحنا ما شددناهاش، إحنا أخفيناها. أخفيناها. لكن الإدغام هو اللي بنشدد النون فيه. إن كل نفس لما عليها حافظ. لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. لا ما اقولش مما، ما زودش ألف بعد الميم. مما خلق، أخطفها على طول كده. مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا يا حجة رضا وأحسن الله إليك. قلنا بناخد الحرف الأول من ابغي حجك وخف عقيمه، وهي دي حروف الإظهار. الحكم الثاني، طيب قبل ما منسى، بنسميها لام قمرية. لام إيه؟ مش قمرية، مش زي ما تعلمنا في المدارس زمان. لا مش صح، قمرية. لام ايه؟ قمرية. لماذا سميت لام الإظهار، لام التعريف مع لام الاسم يعني، لماذا سميت بلام قمرية؟ هنعرف ده بعد ما ناخد الأخ زياد. اتصال من زياد. السلام عليكم. السلام عليكم، معك سيدنا زياد، 5 سنين يسمع عليك. يا أهلا وسهلا، تفضل يا زياد. بس يا ريت يسمعنا يا جماعه، اللي يتصل يسمعنا من التليفون مش من التلفزيون. بعيد عن التلفزيون. ربنا يبارك فيك وفيه يا رب. اتفضل يا زياد. السمع يا زياد. قول يا تاج حسن الغاشيه. هلا تاج حديث الغاشيه. ودوز مر الخاشعه عامله النافله، تصلى نارا حاميه، تسقى من عين نانيه، ليس لهم طعام الا من ضريع،
لا يسمن ولا يغني من جوع، ودون يقيد الناعمة لسعيها واضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة ونوارق مصفوفة. بارك الله فيك يا زياد، أنت جميل، مبسوطة. أنت جميل يا زياد، أنت لا إلى الإبل كيف خلق ولا خلق أنت جميل يا زياد، ولا السماء كيف وضعت، ولا الجبال كيف نصبت، ولا الأرض كيف وضعت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. بارك الله فيك يا حبيبي، أنت جميل، بس أنا عايز والدك بقى إيه يعلمك التجويد من دلوقتي، مفيش الشيخ على طول اللي تودي له ابنك يقول لك هو هيحفظ دلوقتي وعلمه التجويد بعدين على طول غيره، ابنك ما يحفظش معاه التجويد، الطفل يتعلم احكام التجويد من اول يوم يحفظ فيه مع الشيخ، مش لازم يعرف الاحكام النظريه، هو زي ما انا بلقنه او بيتلقى مني الخطا هو هيتلقى مني الصواب، فاعلمه الصح بقى، يعني ليه اعلمه ليه احفظه من غير تجويد؟ عشان ما يتعبنيش بعد كده. ربنا يبارك فيك يا زياد. ليه بقى لام الاسم اسمها لام قمرية؟ اسمها لام قمرية لأنه حال النطق بها تنطق مثل لام كلمة القمر، عشان كده سميت لام ايه؟ قمرية. الحكم الثاني من أحكام لام الاسم وهو حكم الإدغام، هنتكلم عنه بعد ما ناخد الاتصال من الأخ براء. السلام عليكم يا براء. السلام. عامل ايه يا راجل يا طيب؟ الحمد لله. الحمد لله. انت عندك كم سنة يا براء؟ ستة. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. حافظ قرآن يا براء؟ ايوه. طيب اتفضل يا براء بقى، سمعنا سورة الأعلى. سبح باسم ربك الأعلى. لا يا براء، لا ركز معايا يا حبيبي، سبح اسم، اسمها ايه؟ سبح اسم شاطر ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى. لا يا براء ركز معايا، سنقرئك، سنقرئك، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفع يا براء حبيبي، فذكر إن نفعت، مش إن نفعت، إن نفع الفاء مفتوحة، فذكر إن نفعت. لا قول معايا، ن ن إن نفعت. لا حبيبي قول معايا، قول معايا يا حبيبي عشان نتعلم، ن ن فا ف نفع نفع. إن نفعت، إن نفعت، إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بارك الله فيك يا حبيبي، ربنا يكثر من أمثالك يا رب ويرزقك حفظ القرآن ويجعلني وإياك وكل اللي بيسمعنا دلوقتي وكل اللي بيشوفونا دلوقتي يجعلنا من أهل القرآن العاملين بالأمة بخير، طالما في نماذج زي براء وزي زياد. الحكم الثاني من أحكام لام الاسم وهو حكم الإدغام. حكم الإيه؟ احنا معانا وقت قد إيه يا أستاذ نصر؟ بارك الله فيك يا أستاذ نصر جزم.
جزاك الله خير. وهو لام وهو حكم الإدغام. حكم الإدغام الحكم الثاني من أحكام لام الاسم، وله باقي حروف الهجاء مجموعة في ضف ذا نعم. ها بناخد الحرف الأول من كل كلمة، اكتب معايا حضرتك ضف، اكتب يا عم نصر ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. تاني معنا اتصالات. طيب معانا الأخ يوسف. السلام عليكم يا يوسف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا يوسف اقرأ سورة الغاشية يا يوسف. أعوذ بالله من الشيطان. لا يا يوسف اسمعنا من التليفون يا يوسف يا حبيبي، اسمعنا اسمعنا من التليفون يا حبيبي، وطي صوت التلفزيون شوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب لا يا يوسف مش وأكواب ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. ما قولش هو أكواب يا يوسف، وأك ابتسم كده وانت بتقولها، اضحك. وأكواب. شكرا يا يوسف، بارك الله فيك، ما شاء الله نماذج جميلة والله. احنا كنا واقفين فين بتذكر؟ الحكم الثاني وهو حكم الإدغام، يقول الناظم ثانيهما إدغامها ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا، ورمزها فاعي طب ثم صل رحما تفز. يلا ناخد نكتب الحروف تاني مع بعض. طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام الأولى سمها قمرية اللي هو الحكم الأول، واللام الأخرى سمها شمسية. طيب ناخد الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم يا عبد الرحمن. الأخ محمود. السلام عليكم يا أخ محمود. محمود من البدرشين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أقرأ والسماعي والطارق، بس أنا بحفظ من بعض المشايخ كده من وراه في الإمامة وأنا بصلي وراه وخلاص، يعني مش على يد شيخ. بارك الله فيك، إحنا نجتهد قدر الاستطاعة يا أخ محمود. آمين يا رب العالمين. أحسن مما فيش. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. يا أخ محمود النجم دي قلقلة، إيه حروف القلقلة؟ هي مجموعة في كلمات قطب جد اسمها إيه؟ النجم الثاقب النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كله يا أخ محمود عايزين يعني خد فاصل بين كل آية وآية عشان لو في خطأ أصححه لك تسمعه. إن كله كله اللام مضمومة مش مكسورة. إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان الإنسان فلينظر الإنسان مما خلق،
خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ابتسم عند التاء. على وجعه لقادر. يا اخ محمود والتراء مش والطرائب، لا والتاء تاء. شوف انا ببتسم ازاي. والترائب لا والتراء، عند التاء نبتسم ونيجي الراء نخلي البق يدخل الى الامام. والتراء نرجع بقنا تاني. والتراء والترائب والترائب والترائب. جميل. والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الريع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بارك الله فيك يا أخ محمود. خد بالك السرائر لقادر، تمام؟ لكن انت قراءتك يا جميلة ما شاء الله، نجتهد قدر الاستطاعة وهنصل للأفضل بإذن الله تعالى. يبقى احنا كده كنا بنتكلم عن الحكم الثاني وهو حكم الإدغام، وقلنا حروفه طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. طبعا أمثلة على اللام القمرية مثل الأرض البيان، وعلى اللام الشمسية مثل الشمس ومثل الليل. يعني كان المفروض نذكر الأمثلة كلها ولكن الوقت لم يسعفنا. طيب في وقت دقيقة أو دقيقتين كده نختم. طيب مفيش مشكلة، نبقى نقرأ المرة الجاية إن شاء الله. شكرا أعزائي المشاهدين وأخواتي المشاهدات على طيب متابعتكم. شكرا أطفالي الجمال اللي بيتصلوا بينا، أنا عايزكم تتصلوا بينا كل حلقة إن شاء الله. أشوفكم بكرة بإذن الله تعالى في حلقة جديدة. وطبعا شكرا للأستاذ عمرو اللي بيتعب معانا في البرنامج عشان يطلع الحلقة بالشكل ده، ومخرجنا الجميل أستاذ نصر الشاهد والأستاذ زياد وكل العاملين في هذا البرنامج المبارك. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.